وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية. إنفاذ اتفاقيات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشاكل تفتيت الحيازة، وتنفيذ الزراعات التجميعية لتطوير التسويق التعاوني. إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ من خلال استنباط أصناف جديدة وأكثر اعتمادية وعالية الإنتاجية ومبكرية النضج المتأقلمة مع تغيرات المناخ. التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقوية المعتمدة على عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل. دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنية وتطوير مراكز تجميع الألبان. التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني. استكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني. دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية. دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسؤولية المشتركة بين الوزارة وقطاع الخاص والمجتمع المدني. تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شبابية قادرة على العمل الميداني وحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع.